السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستيبل ديفيجن بيحول الكتابة لصور ومثل ان هو مفتوح مش مقفول في بلاد وبلاد، ومثل ان هو مش محدود، يعني مش مثلا 100 صورة او 200 صورة، لا ده براحتك خالص. هنا بتكتب البرومت اللي انت عايزها، وهنا بتكتب الدايمنشن الابعاد بتاع الملف اللي انت عايزه، ونيجاتيف لو انت في كلمة عايز تستثنيها ما تظهرش معاك. هنا انت عايز كم صورة تطلع لك، مثلا 4 مثلا. في هنا الـ Guidance Scale، وبعد كده تقول له Submit، فهو يبدأ يكون لك الـ4 صور. دي أمثلة للشغل الموجود. تقدر تحمل الملف دوت على موقعك برضو، ممكن تقول له API. API بيخليك توصل الحاجة اللي انت عاملها وتقدر انت تشتغل بيها. هنا رسم لك رجل فضاء راكب حصان، الحصان راكب حصان، اشكال كتيرة مختلفة، وتقدر ان انت اي واحدة فيهم تعجبك تعمل لها open image in new tab، وتقدر ان انت تسيف عادي. طيب تعال نشوف امثلة. بتكتب انت البرومت هنا ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة. الميزة ان حتى لو انت خدت دوت وقلت له اعمل لي يعمل لك حاجة مختلفة تماما. يعني من سكتش في الروبوت بلاينج بوكر. طيب خلينا ناخدها. ونقول له اعمل لنا الصور ديت، نتأكد انه يطلع لنا 4 صور عشان نختار منهم بسرعة. تقدر تعمل ساين ان عشان تبقى متابع كل الصور اللي انت عملتها قبل كده. تقدر تدخل على الجيت هاب وتشوف الاوبن سورس بتاعتك، تقدر تشوف البيبر واللايسنس عشان تشوف هل الصور دي من حقك ولا مش من حقك تستعمل تعيد استخدامها. ده الاتفاقية، تقدر انت بقى تطلع عليها. ممكن حتى تاخد الاتفاقية دي وتروح مثلا لبرنامج مثلا زي شات جي بي تي وتسأله ملخص الاتفاقية ايه. هو رسم لك سكتش اومات لناس بتلعب بالشطرنج، يمكن هي دي اوضح واحدة، فممكن انت تسيفها انت حابب.